كل سنة عمال اسكندرية طيبين، واحنا من أهم الشعب المصري بعيد العمال، ومتشكرين من الرئيس السيسي. كل سنة وعمال مصر طيبين، وبنشكر السيد الرئيس وفخامة الرئيس على المجهود اللي عمله مع شعب مصر وعلى عمال مصر وعلى الخدمات اللي قدمتها لمصر. على مصر ما تعرضت من اول ما تعرضت من كورونا لحد دلوقتي. احنا بنهني العمال المصريين كلهم النهارده بعيد العمال، وبنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستقرار اللي احنا فيه، وعدينا فتره كورونا الحمد لله، واحنا احسن من الاول بكتير الحمد لله. كل سنه وعمال مصر كلك بخير وطيبين، وبنشكر السيد الرئيس على دعم عمال مصر دايما. بشكر الدوله على اهتمامها بالعمال، وكل سنة وكل عامل في الدولة المصرية بخير. والله الدولة مرعية العمال وادي، ورفعت الحد الأدنى للأجور، والدولة بتقدر تعمل عليه وتساعد، وهم حاسين بكده. يعني لما رفعت الأجور الحد الأدنى 6000 جنيه بالنسبة للقطاع الخاص، والعاملين اللي بيشتغلوا من القطاع الخاص كلهم عمال، حتى عمالات اليومين دلوقتي مرتبهم ارتفع. نشكر الدولة ونشكر رئيس الجمهورية اهتمامه في الفترة الأخيرة بالعمال ورفع الأجور، وبنقول لكل عمال مصر كل سنة وانتم طيبين في عيد العمال.